يومان فقط هما كل ما عاشته طرابلس من هدنة غير معلنة في باب التباني وجبل محسن. فأثناء محاولات الجيش اعتقال كل من علي شركس ومحمود الحلاق وخالد القواس، تصدى عدد من المسلحين للدورية، ما أدى إلى اشتباك تخلله رمي قذائف وإطلاق رصاص القنص الذي وصل إلى مستديرة أبو علي. الاشتباك الذي خلف وراءه جريحا واحدا لم يشغل الطرابلسيين بقدر الملف المستجد المتعلق بتورط علي عيد في تفجيري طرابلس الأخيرين. فعلت اللهجة المدافعة عن من وصفه الشيخ أسد عاصي بزعيم الطائفة العلوية: فهذا الأمر غير مقبول وغير مسموح به، ولن يمر مهما كلف ذلك من أمر، ونحن جميعا نطالب باستجلاء الحقيقة، ولكن أن يصل الأمر إلى درجة النيل من زعيم ورمز للطائفة فهذا ما لا يصح السكوت عنه. لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى وحرم علينا قتل النفس إلا بالحق، ولكن بمشروعية الدفاع عن النفس، فالله أمرنا أن ندافع عن أنفسنا، فالكرامة هي أغلى ما تكون عند النفوس الحرة. كلام عاصي هذا خلق غضبا في الشارع المقابل. ظلم صعدينا حتى يسلم نفسه، لأنه بدنا الدولة تخرج قصاص منهم هالجريمة اللي عملها هون. هو النظام السوري تبعه بده يسلمه أو يتهبط الجبل عليهم. هذا وأخذت مسألة صدور مذكرة توقيف بحق علي عيد الحيز الأكبر في النقاش الداخلي الطرابلسي. طرابلس كلها تنظر بارتياح إلى أي تحرك جدي للأجهزة الأمنية والقضائية لتوقيف كل المشتبه بهم أو المتورطين بهذين التفجيرين. المعركة ليست مع جبل المحسن، إنما مع هذا الحزب الذي يبدو أنه مشتبه به بهذين التفجيرين. هذا وعلمت الام تي في أن ثبوت تورط عيد والحزب الديمقراطي العربي بتفجيري طرابلس قد دفع إلى تكثيف الاتصالات الأمنية الدينية في المدينة من أجل صدور موقف واحد يحرم التعرض لأبناء الطائفة العلوية، خصوصا بعدما سجلت الساعات الأخيرة حوادث اعتداء بالجملة وإطلاق نار على مواطنين علويين في أكثر من منطقة طرابلسية.